إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بيكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده بقى ايه، هنعمل معاكم فيديو جميل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. هعمل لكم شوكولاته العيد سهله جدا بثلاث حشوات مختلفه في البيت، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه من الاخر يعني. شوف سبحان الله، يعني حاجه يعني جميله جدا ما شاء الله. دي عملناها بقالب ودي عملناها بايدينا كده من غير قالب ولا اي حاجه، وكلهم ازوق من بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. العيد بقى يعني على الابواب، كل سنه وانتم طيبين، واعمل معاكم الشوكولاته في البيت بحاجه سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا بقى نخش مع بعضنا كده نشوف هنعملها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم مشاهدين قناه ست البيت. النهارده بقى نعمل مع بعضنا كده شوكولاته للعيد، كل سنه وانتم طيبين. هنعمل شوكولاته للعيد بحشوات مختلفه ان شاء الله، ما يبقى ما فيش اسهل من كده، حاجه روعه جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ان شاء الله لما تجربوها خلاص مش هتشتروا شوكولاته من بره تاني. هعمل معاكم النهارده شوكولاته جميله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله بحشوات مختلفه في البيت. هنعملها ثلاث حشوات. هنعملها ايه، اول حشوه ديت سوداني، السوداني دوت اشتريته وحمصته وقشرته وفرمته في الخلاط، عملته في الكبه بتاعه الخلاط، فرمته كده جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله. يعني انا بجهز كده ايه تقصير للوقت. ودي برده معايا حشوه ثانيه جوز الهند، هي كانت برده خشنه كده وانا فرمتها برده ايه في كبه الخلاط، خشنه شويه كده وانا فرمتها برده خليتها ايه رفيعه كده. وديت برده معايا بسكوت الاوريو دوت برده فرمته كده عشان يبقى سهل، هتبقى برده ايه خلطه جميله جدا ما شاء الله. البسكوت ده بتبقى ايه حشوه رائعه ما شاء الله لا قوه الا بالله، جميل جدا، بيبقى جميل جدا في الشوكولاته. يبقى النهارده هنعمل مع بعضنا ان شاء الله كده شوكولاته بثلاث حشوات مختلفه ان شاء الله، ما فيش اروع من كده ولا احسن من كده، وحاجه سهله جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. اول حاجه بقى اللي هي السوداني ده، او بيقولوا عليه فول سوداني او سوداني، فول سوداني دوت بقى هنعمل الخلطه الاولانيه بتاعته. معايا هنا حليب محلى مكثف وهنزوده لحد ما يبقى ايه عجينه ان شاء الله لا قوه الا بالله. الحليب المحلى المكثف ده برضه عملناه فيديو قبل كده معاكم، اللي بيخش على القناه متابعنا هيشوف، حاجه روعه جدا ما شاء الله، سهل جدا في البيت. من مكونين اتنين عملنا احلى حليب محلى مكثف من اللبن والسكر بس، سهل جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفيديو بتاعه جميل جدا ما شاء الله، يا ريت ترجعوا له وتشوفوه ان شاء الله لا قوه الا بالله. هتعمل عجينه كده هي كده ايه جميله جدا ما شاء الله، حاجه جميله جدا ما شاء الله، حاجه روعه جدا. قلم بقى تتشكل معانا كده يبقى كده كويسه جدا ما شاء الله، جميله جدا ما شاء الله. هنجهز برده الحشوه الثانيه، معايا جوز الهند ايوه، نضيف لها برده حليب محلى مكثف، حاجه كده من اروع ما يكون. كلها حاجات سهله جدا، اهم حاجه ايه نعمل في بيتنا كده حاجات بتبقى بايدينا كده بتبقى جميله جدا ما شاء الله، او في اي مناسبه يعني مش لازم العيد بقى، في اي مناسبه بدل ما نشتري الحاجات ديت غاليه جدا هعملها بحاجات بسيطه جدا في البيت. خاماتها كلها متوفره الحمد لله، حاجات سهله جدا ان شاء الله لا قوه الا بالله. روعة جدا شوكولاتة جوز الهند دي تبقى جميلة جدا ان شاء الله، ادام تتشكل كده يبقى ايه جميلة جدا. الله اكبر. الحاجة التالتة بس
صوت الأوريو ده بيبقى خرافة. ممكن برضو نحشيها مكسرات، اي مكسرات عندنا برضو نحشيها في قلبها برضو بتبقى جميلة جدا. كده تعمل ايه اي حاجة واشكل عليها. مش عاملة كبيرة، هي صغيرة كده عشان ايه، هي شوكولاتة غير حاجة جميلة جدا ما شاء الله، شيك جدا. شكل برضو من الهند حاجة ايه صغيرة كده عشان هي حشوات لازم تبقى ايه حاجات بسيطة. روعة جدا. اخلصها تكوير كده كلها وارجع اكمل معاكم الفيديو. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الشوكولاتة كلها كورتها دلوقتي التلات حشوات اللي معانا، ومعايا هنا شوكولاتة خام حطها على حماية مية، المية دي كانت سخنة ويعني طبقت عليها وهي عمالة تغلي على البوتاجاز، بعد كده شلتها وبرده المية سخنة تحتها، الشوكولاتة فكت وبقت جميلة جدا ما شاء الله. دي شوكولاتة خام من عند العطار، ياريت تكون شوكولاتة خام دارك، كل ما تبقى دارك تبقى ايه أفيد وجميلة جدا ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حاجة روعة جدا ما شاء الله. دلوقتي بقى احنا عندنا ايه، يا إما هنحطها في القوالب ديت، القوالب دي طوابع جميلة جدا ما شاء الله، لونها جميل جدا وبيبقى طلع شكل روعة ما شاء الله. يا اما ايه نحطها برضو مع الشوكولاته كده ونطلعها ايه على الورق الاسترتش ده، هتبقى جميله جدا ما شاء الله. فاحنا هنعمل برضو ايه، هنعمل الاشكال كلها مع بعض ما شاء الله لا قوه الا بالله. هنحط كده جزء ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه روعه جدا ما شاء الله. شغل الشعر ده يعني كده عايز مزاج كده بالراحه، بس في الاخر الحاجه بتطلع جميله جدا ما شاء الله. الله لا قوة إلا بالله، حاجة من أروع ما يكون. إن شاء الله لا قوة إلا بالله. قالب السيليكون ديت جميلة جدا، بتبقى سهلة جدا في الشوكولاتة. هنزل أي زيادات بقى في القالب السيليكون كده، جميلة جدا ما شاء الله. كده بس خدت ايه طبقة من تحت، حاجة روعة جدا ما شاء الله. احط بقى فيها الحشوات واكملها تاني ما شاء الله. حاجة كده من أروع ما يكون، روعة جدا. برضه هزودها شوكولاتة تاني، والقالب ايه نحاول نظبطه كده عشان الرسمة تطلع كويس. كل الزيادات اللي على الوش ديت هتتشال لما نيجي نشيل الشوكولاتة، هتتشال. اهم حاجة بقى ايه نضغطها كده عشان الرسمة تطلع بتاعت القالب ان شاء الله القوة الا بالله. دي بقى دلوقتي هدخلها على التلاجة، طب ما تسقع وتجمد هطلعها ايه اوريها لكم. دلوقتي برضو ايه كل الحشوات كده برضو ممكن ناخدها كده ونحطها في قلب الشوكولاتة ونطلعها
ما شاء الله روعة جدا، ما شاء الله روعة جدا أو أكبر، جميلة جدا. عندي بقى الصينية ديت على الورق الستريتش ده برضه عشان ايه ما تلزقش عليه. حاجة جميلة جدا ما شاء الله. كل الحشوات بقى اعملها بنفس الطريقة ديت وارجع اروح اعمل فيها ايه تاني. ما شاء الله لا قوة الا بالله، الشوكولاتة بتاعتنا روعة روعة روعة. القالب بعد ما تسقع في التلاجة الرسومات طالعة جميلة ما شاء الله، حاجة روعة الله اكبر، حاجة جميلة جدا ما شاء الله. الرسومات بتاعت القالب ده جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة روعة جدا. وعندنا برضو احنا عملناهم في قلب الشوكولاتة كده على طول، حاجة جميلة جدا. اي حاجة عندنا في البيت ونزينهم بقى كده، حاجة روعة من الاخر يعني، حاجة جميلة جدا ما شاء الله، حاجة روعة ما شاء الله لا قوة الا بالله. كلهم بقى كده حطهم ايه في قوالب صغيرة كده يبقى شكلهم جميل ما شاء الله لا قوة الا بالله. دي بعد ما خلصتها دخلتها التلاجة قعد حوالي 10 دقايق، الشوكولاتة ما بتستحملش في ثواني بتكون ايه اتجمدت. لو اقفش صراحة حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، وحاجة سهلة في بيتنا بقى وعملناها قدامكم اهيت، ما خدتش اي حاجة ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة روعة جدا الله اكبر. عندنا القالب وعندنا اللي نعملها بايدينا برضو، اللي مش عنده القالب دوت يعملها برضو كده بايديه عادي، كله هيتعمل وهيبقى جميل جدا. كفاية اللي احنا عاملينها في بيتنا بايدينا، حاجة مفيش احسن من كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله لو اقدر لو اقدر. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ما شاء الله لا قوة الا بالله، دي شوكولاتة العيد معاكم اهي، حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. عملنا شوكولاتة بثلاث حشوات مختلفة، حاجة سهلة جدا جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، وعاملاها معاكم حاجة سهلة جدا ما شاء الله، حاجة روعة ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله. حاجة عسل كده ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة جدا. كفاية ان احنا عملناها في بيتنا، حاجة جميلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة روعة ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة روعة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة عسل من الاخر يعني. ما شاء الله لا قوة الا بالله، حاجة جميلة جدا، احلى شوكولاتة ان شاء الله تاكلوها من وصفات ست البيت ان شاء الله. عملنا شوكولاتة بثلاث حشوات مختلفة، حاجة جميلة قدامكم، حاجة سهلة جدا ما شاء الله لا قوة الا بالله. يا رب بقى تجربوا وصفاتي وتقولوا رايكم فيها وتعملوا لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.